الحديث عن تقاليد المغرب، فلن تجد مقدمة تبدأها ولا خاتمة تكمل بها حديثك، لأن الأمر يتعلق ببلد ومجتمع مبادئه المحافظة على الأعراف ونمط عيشه هو الأصالة المتجذرة في أعماق المجتمع المغربي، ليكون الشهر الفضيل أجمل صورة تصف لك مظاهر العادات والتقاليد في هذا البلد الجميل. فعلى غرار البلدان الإسلامية عندما يحل شهر رمضان، عواشر مبروكة أول كلمة يهنئ المغربي بها أهله وأصدقائه بقدوم ما يسمونه بسيدنا رمضان. روائح البقول والعود وكل أنواع البخور تعبق الأزقة والبيوت المغربية التي تدخل كذلك في تحضير الأكلات مثل الشباكية، أسلو، الفقاس، وكعك غزال، سفون، دون أن ننسى الحريرة الفاسية التي تزين بها المائدة الرمضانية. أما المشروب المفضل فهو الشاي بالنعناع والشاي الأخضر المضاف إليه القرنفل، إضافة إلى بعض المشروبات الباردة التي يدخل في إعدادها الأعشاب الطبية المفيدة للجهاز الهضمي أثناء النهار. أما الجانب الديني، يقبل المغاربة على تلاوة القرآن الكريم والذهاب إلى المساجد كسائر المسلمين لأداء صلاة التراويح، في حين تشهد الصحف والكتب الثقافية رواجا كبيرا في هذا الشهر، إذ يزداد أهل المغرب إقبالا على القراءة والاطلاع. عادة متنوعة لا تعد ولا تحصى تأخذك من شمال المملكة إلى جنوبها في رحلة أصيلة عنوانها المحافظة على التقاليد كأساس قومي للمجتمع المغربي.